دقايق لدقايق. حقائق لدقايق هتقدر دايما تتابعها على قناتنا على يوتيوب، قناة أحمد يونس. من فضلك اعمل سبسكرايب واشترك في القناة وتابع كل قصص الرعب وكل الحقائق الصغيرة اللي هنقولها من خلال القناة. حقائق لدقايق هي دقايق بتتكلم عن قصص غريبة مش مفهومة ومرعبة، وقصص حصلت بالفعل. ماكس هو طفل عنده 5 سنين. بعد ما انهى 5 سنين وبدأ يدخل في 6 سنين، بتقول مامته كان بيصحى من النوم ويفضل يعيط، وكان بيصحى بالظبط كل يوم حوالي الساعة 3 بالليل، وكان بيصر على جملة واحدة: I wanna go home، عاوز اروح البيت، روحيني. بتقول الاول كنت فاكراه انه بيحلم او ده كابوس مرعب، فافضل اكلمه ودردش معاه واقول له اكيد انت بتحلم. يقول لها انا ما كنتش بحلم بحاجه، انا عاوز ارجع بيتي. مامته بتكمل وبتقول كنت دايما بفضل حضناه واحاول اطمنه واقول له ان ده بيتك فعلا. يصر ويقول لها لا ده مش بيتي، قالوا لي ان ده مش بيتي. ولما سالته مامته مين اللي قالوا لك، قال لها دول. كان بيشاور وراها وبيشاور على السقف، بيشاور في أكتر من مكان في البيت. وقال لها أصدقائي بيقولي وأنا نايم أو بيقولي وأنا لوحدي بالليل ويقولولي على مكان بيتي الحقيقي. استمر الوضع ده لمدة مش قليلة، وبدأت تاخده لطبيب نفسي علشان يحاول يعالجه. بدأ يديله أدوية إلى حد ما مهدئة تناسب سنه، ولكن اللي كان بيحصل إن ماكس كان بينام وكان بيصحى من النوم ويرجع يعيط تاني ويرجع يطلب نفس الطلب: أنا عاوز أرجع بيتي. اللي حصل إن في مرة ماكس رجع من المدرسة ومعاه خريطة وقال لمامته بيتي هنا. إحنا كنا بندرس الخريطة النهاردة في المدرسة وعرفت البلاد وده بيتي، أنا متأكد إن بيتي في الحتة دي. ولما سألته عرفت ازاي، قال لها أصدقائي اللي بيقولي بالليل وأنا نايم أو وأنا صاحي لوحدي قولي النهاردة في الفصل وشاورولي على الخريطة وقالوا لي بيتك هنا. بتقول مامة ماكس إن المكان اللي كان ماكس بيشاور عليه كان في المكسيك، وهم كانوا عايشين في أمريكا. وخد الخريطة وعلقها في أوضة النوم بتاعته، وبقت كل يوم تلاقيه عامل شرطة جنب الخريطة وشرطة جنب شرطة جنب شرطة، لحد ما وصل المكان اللي بيشاور عليه في المكسيك بالمكان اللي هم عايشين فيه في أمريكا. بتقول معرفش كان قادر يعمل ده ازاي أو عارف ده ازاي بحكم انه لسه طفل صغير. قررت هي والوالد يعملوا تجربة أو مغامرة غريبة جدا. سافروا المكسيك وخدوا ماكس معاهم، ووصلوا للمكان اللي كان ماكس بيشاور عليه في البلدة الصغيرة. هو أكيد ما كانش بيشاور على بيت معين، لكن كان بيشاور على نقطة معينة لبلدة صغيرة في المكسيك. وبدأوا يسألوا، اتفاجئوا إن ماكس بيقول لهم ما تسألوش أنا عارف البيت منين، وبدأ يشاور لهم يمشوا إزاي باتجاهات العربية. بتقول بالفعل مشينا ورا كلامه ووصلنا. وصلنا المكان عبارة عن كوخ صغير، وقف ماكس قدامه زي ما يكون عارف المكان ده بالفعل، فتح الباب ودخل. لسه هقوله نخبط أو نفتح حتى من غير ما يخبط، ودخل ماكس وبدأ يتجول في الكوخ، وكان بيمشي في الكوخ زي ما يكون عارفه وكان عايش فيه بالظبط. كان الكوخ قديم وفي عفش قديم، وباين إن كان في ناس عايشة هنا من فترة. اختار أوضة معينة ماكس ودخلها ونام على السرير اللي فيها بكل التراب والحاجات اللي عليه. فضلت أنا واقف أتفرج عليه أنا والده، مش مستوعبين ولا فاهمين إيه اللي بيحصل. بعدها قام ماكس من على السرير وفتح دولاب موجود في الأوضة دي وطلع لبس واحدة ست وحطه على السرير، وبعدها طلع من درج من أدراج الكومودينو اللي موجود هناك
لبس طفل لسه مولود، وحطه جنب لبس الست اللي حطه على السرير. وبعدها اتحرك وخرج من البيت وركب العربية وقعد برا مستنينا. بصيت أنا والده لبعض، ومش هنقول إن إحنا ما فهمناش حاجة، إحنا شكينا في حاجة. طلعت برا وبدأت أسأل الناس اللي موجودين فين أصحاب البيت ده أو الكوخ ده. قالوا لي كانت في ست هنا من زمان وماتت، وفضلت ميتة هنا على السرير بتاعها لمدة طويلة، حتى لما جم ينقلوها لما اكتشفوا نقلوا بس شوية عظم. وروحنا. رحت لرجل دين في الكنيسة دايما بحب استشيره واحكي له اللي بيحصل، فقال لي ان احتمال كبير يكون في حاجة زي تناسخ الارواح او حاجة كبيرة على ادراكنا، لكن انا كان جوايا حاجة وبصراحة ما حكيتهاش. ماكس مش ابننا، ماكس احنا اتبنيناه من ملجأ، لكن ما كناش نعرف هو اتولد فين ولا اتلقى فين. هل ده بيته الحقيقي؟ هل دي امه الحقيقية فعلا اللي ولدته؟ لحد اليوم ده وانا بكتب المذكرات هو ما يعرفش ولا هيعرف، لاني نشرت باسم تاني غير اسمه. من بعدها بطل يصحى من النوم يعيط، من بعدها ما بقاش يجيب سيرة الموضوع تاني، ولما فتحه في الموضوع او اتكلم معاه فيه يقول لي خلاص بيتي الجديد هو ده. اما عن الخريطة فشلها ورجعها الفصل تاني وما جابهاش البيت. هل هو فعلا تناسخ أرواح؟ ولا هو ده فعلا البيت اللي اتولد فيه؟ ومهما وقتها كان لسه طفل رضيع وما المفروض ما يفتكرش، إن في حاجة معينة فوق إدراكنا بتخلي الواحد يفتكر، وافتكر بالفعل المكان اللي اتولد فيه. محدش يعرف. استنونا في حقائق تانية وقصص حقيقية تانية، في حقائق في دقائق. تابعوها دايما من على قناتنا على اليوتيوب، قناة أحمد يونس. ما تنساش تعمل سبسكرايب وانت بتتابعنا. شكراً.